السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف في هذا المقطع عن الساعة الرقمية. سنتكلم عن الساعة الرقمية أو ما يعرف بالصباح والمساء، لأن هناك صباحا ومساء أو بعد الزوال. يعني هناك فرق ما بين التوقيت الصباحي أو بعد الزوال الذي يدخل فيه المساء. إذن لدينا هنا، قبل أن نبدأ الجدول، لدينا هنا الساعات وهنا الدقائق، يعني 36 دقيقة أو 6:30. ونكتب هكذا في الكتابة: آش يعني لوغ، الساعة 6:30، 6:30. 6:30. إذا نبدأ صباحا 1:15 صباحا. إذا نكتب 0 أمام 1. إذا 1:15 صباحا، أو 1:15. إذا 12 + 1 تصبح 13، في حين الدقائق لا تتغير كما تلاحظون. فقط نضيف 12 إلى الساعات. 12 + 1 13، 3 + 12 15، 5 + 12 17 إلى آخره. إذن السطر في الأعلى صباحا، السطر في الأسفل بعد الزوال أو مساء يعني الليل. إذن 1:15 أو 1:15 صباحا، 1:15 بعد الزوال، 33 دقيقة أو 3:30 صباحا، 3:30 بعد الزوال، وهكذا. 5:45، 5:45 يعني بعد الزوال. أحيانا في فصل الشتاء يكون هذا ليل مساء، في الصيف لا زالت الشمس نقول بعد الزوال. إذا هنا نقرأ 5:45 صباحا، أو نقول 6:50، 6:50. هنا 59 دقيقة صباحا، 59 دقيقة ليلا. إذا نقرأ أيضا 59 صباحا، أو نقول 10 + 10 دقائق، 11 صباحا وعشر دقائق. إذا 11 + 12 تصبح 23. 12 زوالا، الزوال تماما. فليلا نكتب 00، لا نضيف 12، بل نكتب 00، فصفر صفر يعني 12 ليلا. إذا شرحنا ما يلي. نمر الآن إلى العقرب الصغير، يشير دائما إلى الساعات. العقرب الكبير يشير إلى الدقائق. إذا كان العقرب الكبير في هذه الوضعية نقول تماما، فنقرأ 3 تماما. كلما رأينا هذا العقرب الكبير يمر على 12 نقول تماما، 3 تماما. إذا كان العقرب الكبير يمر من 3 فنقول والربع، يعني هنا 12 والربع. هنا إذا رأيتم الكبير يمر على 6 نقول 9:30، 9:30. 12 والربع، 12 و15 دقيقة. 3 تماما، يعني 3 و00 دقيقة، يعني 0 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.